أكبر خرق أمني بتاريخ حزب الله مساد بالعمليات الخارجية عنوان كان كفيلا ليفتح حزب الله النار على موقع جنوبيه الذي كشف خليه عميله جندها الموساد الاسرائيلي يراسها قيادي امني هو معاون مسؤول العمليات الخارجيه في حزب الله، وتحت عناوين مختلفه شنت مواقع الكترونيه قريبه من الحزب حمله على الموقع وعلى الصحفي علي الامين تتهمه بانه عميل وان جنوبيه باتت وكرا موجها الى داخل البيئه المقاومه يدار من عوكر. تناول هذه الموضوعات وبالشكل اللي عمل نوع من التفاعل معنا كبير بعتقد انه خلق نوع من الضيق اه تجاه هذا ومش متعودين انه ناس يتناولوا بهذه الطريقه كانه في حدا طلب بلحظة واحده لانه الشيء اللي عم نشوفه منه عفوي واضح انه منظم وبهالحجم من المواقع والإلكترونية وبحجم من شبكات التواصل التي تحركت إما بتتحرك بشكل عفوي هناك من أعطى إشارة وأطلقت هذه الحملة وبالتالي مطلوب قدر الإمكان تشويه صورته بصور متعددة ساعة عملاء ساعة خونة وعن الخوف من أن تترجم هذه الحملة بأكثر من مقالات يقول الأمين إنه مستعد لما هو أسوأ مما يحصل الآن معتبرا أنه يمكن مواجهة هذه الحملات عبر احتضان شعبي لموقع جنوبية الذي يمثل روحية المواطنة ونحن بهاللحظة فعلا نتمنى كمان أنه بمواجهة هذه الهجمة أنه كل هذه الأصوات اللي بتشعر عندها استقلالية وبتشعر عندها رغبة وإرادة بأنه يكون في دولة أنه فعلا تتفاعل معنا وتدعمنا معنويا بالتشير، باللايكات، بالمواقف، ونحن ما عندنا سلاح ولا رغبتنا أن نقاتل بالسلاح، نحن عندنا الكلمه هكذا وفي كل مره يواجه حزب الله انتقادات حقيقيه يكون رده التخوين والاتهام بالعماله دون ان يقدم اجوبه على اسئله كثيره يطرحها جمهور الحزب اولا.